السلام عليكم. اليوم نتعرف على البولفار نتاع مدينة نتاع سيدي عبد الله، أو الشارع الرئيسي نتاع مدينة سيدي عبد الله اللي راه قيد الإنشاء حسب يعني الصورة نتاع جوجل والخط بالأحمر. وهو في الحقيقة هنا نروح نشوف جزء من هذا البولفار اللي الأشغال راهي مازال سايرة، وفيه يعني 3 أروقة من كل جهة، وكذلك فيه أرصفة وأشجار مغروسة على أطراف البولفار هذا. إذا نخليكم مع الفيديو هذا، وكذلك لازم نقول لكم باللي رانا نمشوا في الطريق باتجاه الجزائر العاصمة، وهذا البولفار راح يكون انطلاقة نتاع الطريق اللي يدي من مدينة سيدي عبد الله باتجاه الجزائر العاصمة. إذن نخليكم مع الفيديو، والسلام عليكم. السلام ورحمة الله. اسمح اسمح. نسقسيك، اش نخرجوا تيرو المرحلة الدار البيضاء الجاية؟ كمل في الطريق هذه، كمل فيها، كمل فيها وزيد مشي حتى واحد البراج تاع الجدرمية، زيد سقسي. صح. رايح على الطريق لوطورود. Thank you.
تبقاش.